اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، احمد ثابت وكريم سعيد. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الف مبروك. الله يبارك في حضرتك، الف مبروك علينا كلنا، والف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس الاداره. كريم سعيد الف مبروك. الف مليون مبروك كابتن اسلام، والف مليون مبروك لمنظومه النادي الاهلي كلها، مجلس اداره وجماهير ولاعيبه وجهاز فني، وما زلت لغايه اليوم اتذكر تلك الحلقه اللي عملناها بعد ماتش سان داونز. بصراحه حد يعني انا مش متخيل والله بجد ان احنا النهارده قاعدين وكل الظروف اللي حصلت البطوله دي. البطوله دي مش عايز اقول ان هي صعبه او سهله، بس عايز اقول انها غريبه. يعني دي واحده اعتقد من اغرب البطولات اللي النادي الاهلي فاز بيها، وبتدي وفيها دروس كتيره قوي، فيها دروس كتيره جدا بصراحه. يعني دروس في الصبر، دروس في لما تثق في مجلس إدارة تثق فيه للآخر، دروس إنك تعرف إن الرياضة يعني السعي نحو اللقب مش بلاي ستيشن، مش ضغطة زرار، إنك كمان تثق في إنك اللعيبة اللي معاك إن اختيارهم جيد، إنك تديهم الثقة، ده بيخليهم ممكن الدنيا يحصل فيها شيفتنج وإنت مش واخد بالك، وتثق كمان في إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيأزم الدنيا تقعد تتأزم ممكن يفرجها لك في لحظة طبعا. في لحظة لو انت عندك ايمان وعندك ثقة من بنفسك الاول. ونقطة مهمة كده الاسلام، ان الناس تعرف ان الرياضيين واللعيبة الهرمونات بتاعتهم بتحتاج دعم على فكرة طبعا. يعني في الجزء من الشغل الله. ما تتعاملش معاهم ان هم ناس، انا اسف يعني، تماثيل. هل هو ايه هيكسب لا، الدنيا متغيره. فانا اعتقد البطوله دي بصراحه فيها دروس كتيره اكيد ممكن نتكلم عليها ونتعلم منها، لكن اكيد الفرحه فرحه مختلفه. وبصراحه انا ببارك الكابتن محمود الخطيب، بصراحه تحمل ما فوق طاقه البشر. صحيح. والله العظيم ما فوق طاقه البشر. وانا اشك ان احنا بصراحه، يعني حضرتك عارف على السوشيال ميديا بجد والله اسهل حاجه على السوشيال ميديا، اسهل حاجه نقد. صح. اسهل حاجه كلنا بنكتب على كيبورد وقاعدين في تكييف والموبايل في ايدنا، اسهل حاجه انك تنقد. بس اوكي النقد مقبول وفي مساحه، بس اسوأ حاجه ممكن تصل ليها هي عدم الثقه. دي بتبقى وحشه. عدم الثقه لان حد منك بس خلي بالك، الحمد لله ان احنا ربنا كرمنا بجمهور واعي. نعم. جمهور النادي الاهلي حتى طبعا. هو بينتقد، هو عارف هو بينتقد ازاي. ممكن يعني بعد مباراه سان داونز انتقدك يوم والتاني، الحمد لله كان البرنامج وقناة النادي الأهلي بشكل عام كان ليها دور الحقيقة في تغيير الفكرة عند جمهور النادي الأهلي. يمكن أنا جبت لقطات في أول الحلقة فيما يخص هذا الأمر، أنه يا جماعة الفارق كبير ما بين أي حد وما بين النادي الأهلي، أو ما بين أي نادي والنادي الأهلي، أن النادي الأهلي عندما يقع تلاقي جمهوره ينتقد جدا جدا جدا، ولكن في نفس الوقت هو بيشيلك وبيقومك، بيقول لك لا انا معاك وفي ظهرك والسفينه مش هتقف في وسط البحر، هتكمل للنهايه. صحيح. وهتكسب البطوله. صحيح. ولولا هذه المسانده والدعم من جمهور النادي الاهلي صحيح ما كناش احنا قاعدين فرحانين ولابسين التيشيرتات وعمالين نتنطط ونعمل. احنا ما خدناش التيشيرتات على فكره. نعم؟ ما خدناش التيشيرتات. لا المذيع بس. ثابت، يعني خليني اسالك اهم الاسباب اللي خلت النادي الاهلي يفوز بهذه البطوله، وانا عارف ان انت عندك حاجه تقدر تقولها لنا عن الإحصائية الخاصة بالنادي الأهلي وريال مدريد وعدد البطولات الفارق ما بين فوز النادي الأهلي وفوز ريال مدريد. أول حاجة الأسباب كده، النادي الأهلي نادي مؤسسي. بداية رقم واحد الجماهير، جماهير النادي الأهلي بتمثل، أنا بشوفها هي نقطة قوته الأولى. هي اللي دايما بتطلع الحافز من الإدارة ومن اللعيبة ومن الجهاز الفني. صحيح. بتطلع منهم كل حاجة. النهاردة أنت بتاخد ال 11، الناس بقى بتفكر ده احنا عايزين ال 12. بتاخد الدوري مش صح. عارف الكاس. ده سر عظمه النادي الاهلي، رقم واحد جمهوره، رقم اتنين الاداره. لو عايز تتعلم الاداره اتعلم من النادي الاهلي. الناس اللي جايه بتقول لك تعمل معايشه في انديه تانية، لا. لو عايز تتعلم الاداره اتعلم من النادي الاهلي. شوف اداره النادي لطاف. الاهلي لطاف. بتعمل ايه في السنه دي. اداره النادي الاهلي، شوف فتره الراحه، شوف يعني ايه بتدير كوره، بتدي فتره راحه في نهايه الموسم اللي فات. خلاص ما كنتش موفق في الدوري، ادي فتره راحه عشان تريح اللعيبه، عشان تلاحم المواسم، عشان تبدا فتره جديده، دوري جديد. النهارده هزيمه سان داونز في نص الموسم كانت في شهر مارس 5/2. اي اداره في مصر او في افريقيا هتغير المدرب. اي اداره فرقتها هتخسر خمسه هتغير المدرب، لكن اداره النادي الاهلي مش بتتعامل بالقطعه. كانت خمسه ولا كانت 11؟
كانت ولا 11 لا 5-2 النتيجة. النتيجة انا بحسب اي بتخسر بخماسية كانت هتغير المدرب طبعا. ده يعني ده الجمهور الوداد امبارح عايزين يغيروا المدرب عشان خسر عشان يتعادل 1-1. ده ما بالك بفرقة اي فرقة في افريقيا بتخسر في افريقيا كلها تخسر 5 هتغير المدرب. ادارة النادي الاهلي تعلمك ايه؟ تعلمك لا لازم تصبر على المدرب وما تحاسبوش بالقطعة. انت دلوقتي بتوفر له كل حاجه وبتستنى لغايه نهايه الايه السنه تشوف الناس كانت ساعتها بتقول ايه صن داونز عندهم اداره سكاوتنج عندهم 88000 38 واحد في الجهاز الفني احنا لازم نتعلم من هم فين صن داونز دلوقتي اتفرجت على شفت الفيديو ماشي. هم فين صن داونز دلوقتي النادي الاهلي هو البطل احنا في البطوله دي كمان اتعرضت المراحل البطوله يا جماعه صن داونز فريق كبير وفريق محترم طبعا طبعا بنتكلم عن ما من قيل او ما قيل على هذا الامر في حاجه اسمها شخصيه البطل شخصيه البطل دي مش موجوده في افريقيا غير في النادي الاهلي صحيح واضح. انت يعني الفرقه انت ازاي يعني مثلا كمان مارسيل كولر ونجاحه مدرب ممتاز جدا وقدر ان هو يستفاد ويكتسب خبرات افريقيه من الهزيمه في صن داونز يعني بعد لما اتغلب مثلا هزيمه صن داونز لعب 16 ماتش كسب 14 وتعادل ماتشين في محمد الخامس مع الرجاء والوداد من 16 ماتش كسب 14 والتاني كان كسبان يعني كان كسبان هنا 2-0 بس في المغرب في ماتش صعب برضه المباراتين 2-0 يعني يعني من 16 ماتش الرجاء كسب 14 وبالتالي استفاد من الهزيمه قدام صن داونز فيحسب برضه يعني احنا اتكلمنا على الجمهور الاداره الجهاز الفني طبعا. الجهاز الفني مارسيل كولر يحسب له اللعيبه العنصر الرابع مش سر النجاح بتاع النادي الاهلي في الاربع حاجات دول البطوله مرت بمراحل البطوله انت هزيمه صن داونز بعد كده رحت القطن كسبت 4 بعد كده ماتش صن داونز والهلال اللي حصل فيه 1-1 وضيعوا ضربه الجزاء خلاص احنا كنا قبلها كنا خلاص قلنا كنا هنخرج من البطوله يوم 18 مارس الا ان دايما النادي الاهلي بيلعب بروح الفانيلا الحمراء الكلام اللي احنا بنقوله ان انت بتستنى بتلعب في الدقيقه الاخيره ماتش الهلال يوم 1 ابريل كسبناه 3-0 كان احنا صاعدين بفارق المواجهات المباشره مع الهلال كان لازم تكسب 2-0 وبالتالي صعدنا في دور المجموعات بعد كده رحنا قابلنا الرجاء مشوار صعب جدا انت رحت قابلت الرجاء اللي هو الناس قللت منه لا الرجاء كان اقوى فريق في دور المجموعات وكان جاي مساء كان اقوى خط هجوم واكتر فريق صانع فرص رحت قابلته وكسبته 2-0 هنا ورحت هناك 0-0 وبالمناسبه كان في ضربه جزاء ضاعت في الشوط الثاني دي برضو كانت ملامح بتاكد ان شاء الله ان اللقب واحده واحده كان رايح للنادي الاهلي نص النهائي والمشاكل اللي حصلت في الترجي مع جمهوره ورحنا لعبناهم بدون جمهور وكسبناهم 3-0 وبعد كده بترجع بتكسب 1-0 بعد كده النهائي بقى 2-2 يعني سبحان الله ان كمان النهائي انت كنت ممكن في الذهاب ده تكسب 3-4 بس بيجي فيه الجون عشان اللعيبه تروح مركزه اكتر والجهاز الفني والفرحه تكون اكبر والجهاز الفني يركز اكبر يعني حكايه الصفارات اللي جابوها في محمد الخامس وبداوا يجيبوا الجمهور عشان يعودوا الجمهور حكايه ان بدا يعني سافر بدري الكرات اللي اتحطت دي عشان احنا اتعودنا خلاص وخدنا الخبرات والجون بيجي الجون بتاع محمد عبد المنعم ده جون يعني دي دعوات او انت احنا قلنا هنا ايه اعمل اللي عليك والباقي بتاع ربنا. نفس اللي حصل في 2006 الجون لما جه بتاع ابو تريكه في 2006 في الصفاقسي ده برضو عشان دعوات. الناس دي دعوات والناس تعبت اللعيبه والجهاز الفني والاداره تعبوا النهارده النادي الاهلي بينافس ريال مدريد اعرض الاحصائيه بتاعت عدد البطولات القاريه بص حضرتك الريال مدريد رقم 1 ما تعرضش حاجه سمير هو ده يعني ايه اعرض يعني هو اللي يقول ماشي شوف بص حضرتك اتفضل ترتيب الاكثر تتويج بالبطولات القاريه حول العالم الريال مدريد 29 النادي الاهلي كام 25 ان شاء الله ان شاء الله عندنا بطولتين كمان يا كابتن اسلام السوبر الافريقي ودوري السوبر ودوري السوبر ودوري السوبر الافريقي ده خلاص اقر 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 في شهر 10 ماشي هنكمل بس كمل وعندك بوكا جونيور 22 وبرشلونه 20 برضو يعني انت بتتكلم في فرق اربع بطولات ما بين ريال مدريد وما بين الاهلي اعرض بقى عدد البطولات كمان بتاعه النادي الاهلي اللي هم الصوره اللي بعدها هتلاقي عدد البطولات الكامل ساعه لما قلنا هنا ان شاء الله لما نوصل 150 بطوله ده هيبقى رقم لازم نسجله اللي هو النهارده انت بتوصل ل 147 بطوله في تاريخ النادي الاهلي ادي البطولات احنا مش حاسبين البرونزيه بتاعه كاس العالم فهم 147 زائد 3 برونزيه كاس عالم 11 دوري ابطال افريقيا 42 دوري مصري 8 سوبر افريقي كونفدراليه 38 ايه 38 كاس مصر 38 كاس مصر 4 افريقيا ابطال الكؤوس 13 سوبر مصري 16 دوري القاهره
2 كاس السوبر العربي، 1 كاس العرب ابطال الكؤوس، 7 كاس السلطان حسين، 1 كاس الافرو اسيويه، 1 كاس العرب ابطال الدوري، 1 كاس الاتحاد المصري، 1 كاس الجمهوريه العربيه المتحده، 147 بطوله. النادي الاهلي ناقص له 3 بطولات ويوصل ل 150 بطوله. لو خدنا الدوري مثلا والكاس وحاجه والدوري ولسه في السوبر المصري وفي السوبر الافريقي وفي دوري السوبر الافريقي يا مسهل. يعني انت عندك لازم يكون طموحنا ان انت توصل لل 150 بطوله مع نهايه السنه دي. عايز بس اقول حاجه برضو، كابتن محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب يستحق التحيه في كذا حاجه. اول حاجه هو تميمه البركه في دوري ابطال افريقيا، هو اللي شارك في كل البطولات بتاع الدوري في ال 11. انا يعني معانا برضو كمان اهي، ادي سنة 82 و87 لاعب، 2001 كان امين صندوق. تمام. بعد كده برضو 5 و6 و8 و12 و13 نائب رئيس. 5 بطولات كان نائب رئيس، والرئيس 2020 و2021 و2023. هو بيوصل لكاس العالم للانديه، يعني طبعا مجلس اداره النادي الاهلي في عهد الكابتن محمود الخطيب في كرة القدم بيوصل لكأس عالم للأندية لخمس مرات على التوالي. دي عمرها ما حصلت في أي رأي. الناس اللي بتقول الكابتن الخطيب والإدارة ومش الإدارة، لا، أنت اتعلم الإدارة من الكابتن الخطيب. الراجل ده بتاع شغل، لا بيتكلم ولا بتاع لقطة ولا بتاع شو، بتاع نجاحات بس. أنت بتتكلم في واحد مشارك في 11 بطولة دوري أبطال أفريقيا، بيوصل لكأس العالم للأندية خمس مرات على التوالي. أنت عايز أكتر من كده؟ السنة دي أنت واصل قدم، يد، سلة، كاس عالم للأندية تحت مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب. فأعتقد النتائج والأرقام والبطولات هي اللي بتتكلم. اللي عايز يعمل معايشة يا جماعة اللي عايز يعمل معايشة يجي يعمل معايشة عادي. والله هتكلم، يعني هنحاول كلنا، هحاول أتكلم مع الكابتن خطيب والله، أقول له إن في ناس عايزة تيجي تعمل معايشة، تعالوا اطلبوا، وإحنا هنحاول نقول لك، هنحاول نقول للكابتن خطيب، هنحاول أو نقول للمجلس الإدارة. يعني أنا بهزر طبعا، معايشة ولا معايشة ولا كده. طيب كريم، برضو عايزين نتكلم عن المباراة امبارح، شفتها ازاي؟ طبعا المباراة ربما يعني من الناحية الفنية ما كانتش أفضل شيء، سواء من النادي الأهلي أو من نادي الوداد، لكن أعتقد أن أفضل شيء ممكن نفتكره دايما في المباراة دي، بداية من الدقيقة 60 او 62 لما قرر مارسيل كولر انه يعمل قرارين، تدخل مرتين بشكل اكثر من رائع. واحد، عمل تغييرين، نزل عبد القادر ونزل قفشه وقلب طريقه اللعب ل 4-2-3-1. واول ما لقى طبعا نادي الوداد طول ما هو متقدم 1-0 عندهم ادرينالين غريب وبيضغطوا بشكل قوي جدا، وفعلا منعونا ان احنا نخترق من العمق ونلعب لعبنا العادي. على طول النادي الاهلي تحول للعب الكرات الطوليه، وقدر احمد عبد القادر بسرعاته يتحصل على ضربات ركنيه. اول ما بدانا نتحصل على ضربات ركنيه بدا يبقى عندنا مخالب هجوميه، وبدانا نهدد مرمى الوداد، وبدانا نغير الشكل. شفنا الشوط الاول ده كان اول تدخل شايفه منه ممتاز جدا، وجي منه الهدف. بعد الهدف قمه الروعه في سحب احد لاعبي الهجوم وادخال رامي ربيعه عشان يقفل منطقه الجزاء، عشان طبعا خلاص الوداد مش هيهاجم العمق، هيروح على الطرف ويرمي طويل الكرات العرضيه او الكرات الطوليه، لان خلاص الوقت بيضيع منه وهو عايز هدف عشان يوصل المباراه لركلات ترجيح. فانا شايف ان مارسيل كولر تعامل بشكل ممتاز جدا 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 مع الوضع في الشوط الثاني، خصوصا ان احنا جينا في وقت حسينا ان احنا عايزين محطوطين في مصيده مش عارفين نخرج منها. الوداد لعب بتاكتيك معين وشدونا للجيم العصبي، واحنا طبعا عارفين وانس ان هم جابوا الهدف التقدم احنا مش هنلعب كوره، خد بقى قنابل صوت، خد قنابل دخان. وطبعا عايز اتكلم عن موضوع قنابل الصوت ده في الشوط الثاني، امر بصراحه انا ما فهمتش ازاي المراقب سمح بيه، وما اعتقدش مش عارف يعني ممكن يكون الجماهير، طبعا احنا عندنا درايه بقنابل الدخان والشماريخ اللي بتعمل الغمامه الكبيره دي اللي بيوقف عليها الماتش، لكن قنابل الصوت مع بدايه الشوط الثاني بدات تترمي ورا محمد الشناوي، فالوضع بصراحه كان صعب للغايه، وصوتها قوي جدا، ويعني صوتها اصلا في التلفزيون قوي جدا، ما بالك بداخل الملعب. فاعتقد برضو اللعيبه كان واضح جدا ان هم متجهزين لمثل هذه الامور. نفسيا طبعا اتكلمنا في هذا الامر، الجزء النفسي ده كان مميز جدا جدا للعيبه في الشوط التاني، وواضح جدا جدا ان هم يقدروا يتعاملوا مع هذا الامر. وكمان بصراحه بشيد
باللي حصل مع اللعيبه ما بين الشوطين، لان اللعيبه بعد هو الهدف فرق. على فكره بيومي فؤاد ده جامد قوي والله مش بهزر. لا بيومي جامد. اوكي. قال لك انا عايز اعرف ايه اللي حصل بين الشوطين بمناسبه يعني الكلمتين اللي انت قلتهم دول. وقال لك كان معايا كابتن سامي فرد عليه قال له يعني ان احنا قال له طالبنا ان احنا يا جماعه نلعب كرتنا العاديه من غير اي حاجه خالص. هو طبعا واضح جدا جدا بين الشوطين حصل شيء وتدخل فني واعتقد نفسي ان الدكتور النفسي معاهم ان في نهايه الشوط الاول احنا كان عندنا بعض العصبيه وبعض النرفزه كانت واضحه جدا في ادائنا. اول ما دخلنا اوضه لبس وخرجنا الوضع اختلف. اختلف تماما يعني حاولوا يستفزوا محمد تماما كتير قوي صحيح وهو مسك نفسه يعني. صحيح الشوط الثاني بصراحه احنا مسكنا نفسنا وكمان كان واضح ان الشوط الثاني متقسم. الشوط الثاني تم تقسيمه طبعا ان احنا هنلعب ربع ساعه او 20 دقيقه بالشكل ده وهنزل بدري. وهنزل قفشة وعبد القادر وهنعمل كذا بدري وبالتالي انا شايف كان في سيستم واضح للعب في الشوط الثاني. وبناء عليه خلي بالك يا كابتن اسلام النقطه اللي قالها ثابت ربنا سبحانه وتعالى ساعات بيجازيك ان انت اشتغلت وعملت اللي عليك بالظبط. ربما ان الهدف ما يجيش يعني ايه مش بالشكل اللي انت كنت متخيله. لا خلال برنامج البيت الكبير قبل المباراه شكرنا اللعيبه وقلنا لهم اعملوا اي يعني خلاص مش محتاجين منكم اي حاجه غير ان احنا نكسب ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب. لو لا قدر الله ما كسبناش اعملوا اللي عليكم كلنا هنطلع نسقف لكم. انا لو كانت لا قدر الله كنا خسرنا امبارح بعد الشكل اللي احنا ظهرنا بيه الشوط الثاني ده تحديدا او المباراه او البطوله بشكل عام انا كنت هطلع اسقف للاعبين. ووضع في اعتبار برضه نقطه مهمه جدا تؤكد الشغل اللي اتعمل من الجهاز الفني والجهاز الفني بالكامل ان اللياقه البدنيه للعيبه النادي الاهلي للمره الثانيه على التوالي بتتفوق على نادي الوداد سواء ذهابا او ايابا. احنا مفنشين المباراه كفتنس وكاداء بدني افضل بكتير من اداء النادي. 3-4 تجوان. نعم كنت تقدر تجيب 3-4 تجوان ده على الاقل جونين. ده احنا يعني لو بشويه تركيز كنت بس الحمد لله على كل شيء مش طبعا. مشكله لكن عايزين برضو نقول ان برضو الجهاز الفني قدر ان هو يوصل اللعيبه لحاله بدنيه فوق الممتازه. لعبوا وبنلعب فريق بطل طبعا فريق مش قليل فريق الوداد ده يظل فريق كبير ونقول لهم طبعا اكيد هارد لك واكيد اكيد بعد كده هنتقابل كتير يعني كتير. في الوقت الجاي ان شاء الله. ثابت الفلوس كلنا دايما نيجي نتكلم فنيا وكذا 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 ولكن لما نيجي نتكلم في الفلوس بقى بعد الفوز النهارده احنا يمكن اتكلمنا رميناها كده من قبل الاسبوع اللي فات اعتقد او اللي قبله لكن لو تقدر تقول لنا بقى رسميا او يعني نادي الاهلي بينافس على ايه في الفلوس الفتره اللي جايه؟ هقول لحضرتك بس كمان ده ردا على كلام الكابتن احمد حسام ميدو لما طلع في برنامجه وقال ان الزمالك في اخر 5 مواسم صرف 455 مليون قدامنا التصريح اهو وفاز بثمان بطولات. أوكي. النادي الاهلي صرف 905 مليون وكسب 11 بطوله. طيب كابتن احمد حسام ميدو ما يعرفش ان النادي الاهلي حاليا حصل على ما يقرب من 19 مليون دولار في البطولات التي حققها في الاربع سنوات الاخيره. 19 مليون دولار. 19 مليون دولار. تعال نشوفهم مع بعض. 800 مليون جنيه يعني. ولا 80. اللي عايز يحسبهم 30، اللي عايز يحسبهم 35، اللي عايز يحسبهم يحسبهم. انا 19 مليون دولار. اول حاجه النادي الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا السنه دي، دي اعلى جايزه في تاريخ النادي الاهلي ياخدها ماديه فلوس كانت 4 مليون دولار السنه دي. السنه اللي فاتت وصلت نهائي دوري الابطال. معلش معلش لا معلش قبل ما تكمل هو الاولانيه 4 مليون دولار دي هل دي هتودينا لحاجه ثانيه؟ ما هتودينا ما احنا حاسبينها كل حاجه حاسبينها. اوكي انا عشان اللي هي بتاهلنا لكاس العالم للانديه فالمشاركه في كاس العالم للانديه لو خدت مركز سابع في اسوء الاحوال ده حاجه ثانيه غير الاربعه. ده غير الاربعه. لا ما انا بقول كده لان هو هنا احنا كاتبين الاربعه دي لوحدها دي لوحدها بس. ايوه لا انا فاكره خلال اصل ما قريتش بقيه الجدول ففاكروا ان هو ما حسبش الوصول لكاس العالم. لا ده احنا حاسبينها هو كمان. الاربعه دي هتوديك ل 14. ما هو الكابتن ميدو ما كانش حاسبها برضه في برنامج. طب ادينا بنحسب خلينا احنا نحسب. خلينا نهائي دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت لما توصل نهائي مليون السنه اللي فاتت خدت 1,750,000 دولار. أوكي. البطل 2020 2021 2.5. تمام. 2019 2020 2.5. أوكي. بطل السوبر الافريقي قدام نهضه بركان وقدام الرجاء 200,000 دولار لكل واحد. لكل واحده. برونزيه كاس العالم اهي برونزيه كاس العالم 2021 2.5 2022 2.5 دولار. 2.5 مليون دولار. رابع كاس العالم للانديه السنه دي 2 مليون دولار. اوكي. رابع بعد كده تاهل لكاس العالم للانديه اللي هو السنه دي بالسعوديه 500,000 دولار حتى الان المركز السابع. المركز السابع 500,000 دولار. السادس بياخد 1,000,000 دولار. الخامس بياخد 1.5 مليون. الرابع 2 مليون.
الثالث 2.5، الوصيف بتاع كاس العالم بياخد 4 مليون بس سابع، لان اوكلاند هيلاعب الاتحاد. ده في اسوء الاحوال خالص. لا هو بيقول لك اسوء الاحوال، اسوء الاحوال يعني خالص، بيحسب على المينيم اللي هو يعني اقل حاجه. لو النادي الاهلي اتغلب مثلا من اوكلاند مثلا، يعني نص مليون دولار هتطلع سادس، هتطلع سادس سادس يعني مليون دولار اقل حاجه. مليون دولار كمان اقل حاجه. تمام. نيجي بعد كده البطل السوبر المصري، في بقى حاجات دي بالمصري، مليون ونص مصري. بطل السوبر بطل السوبر المصري قدام بيراميدز اخذنا 4,200,000. بطل كاس مصر قدام الجيش 1,500,000. حتى جنيه، الجنيه عندنا برضو اتفضل. بطل كاس مصر قدام بيراميدز 1,500,000 جنيه مصري. انت بتتكلم في الاجمالي يعني ما يقارب من 19 مليون دولار. فالكابتن ميدو كان بيتكلم، هو ما كانش حاسب ان النادي الاهلي مثلا ان انت اما توصل بطل دوري ابطال افريقيا بتلعب في كاس العالم للانديه، وبالتالي البطل النهارده مثلا بياخد 4 مليون دولار، بتروح تشارك في كاس العالم للانديه المركز السادس بياخد مليون دولار، الخامس بياخد 1,500,000. فكل ده انت حتى لو بتصرف انت بتجيبه نتيجه البطولات بس، ده غير عقد الرعايه وغير عقد البث وغير الحاجات دي احنا مش هنتكلم فيها، احنا بنتكلم بطولات بس ودوري السوبر وغير دوري السوبر اللي جاي. ده ميزانيه لوحده 11 مليون صح؟ ثلاث بطولات، ثلاث ادوار 11 مليون دولار. البطل 10 10 هتلعب ثلاث ادوار بس، هتلعب من دور الثمانيه، من دور الثمانيه تكسب سيمي فاينل، تكسب فاينل، تكسب 8 10 اللي هو يعني 60 في يعني لا 200 120% اكتر من اللي احنا ال 4 مليون اللي خدناهم من دوري ابطال افريقيا من دور ال 32 يعني. وعندنا لسه السوبر طبعا اعتقد حوالي 200,000 او ممكن يزيدوا السنه دي شويه، ومونديال الانديه. لا يا كابتن اسلام، فكره فعلا النادي الاهلي متجه الى وجهه نظر يعني صناعه تقترب من الانديه الاوروبيه. النادي الاهلي النادي الوحيد في افريقيا اللي ميزانيته ان شاء الله تقترب من ميزانيات الانديه المتوسطه في اوروبا، ودي احد المكاسب الحقيقه بعد الفوز طبعا يعني طبعا 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 بالبطوله ال11. الجنود المجهوله في هذا الانتصار يعني ده مهم جدا، نقطه مهمه جدا. وعايزين نقول ان النادي الاهلي من ومجلس الاداره بصراحه الحالي بقى عشان نبقى واضحين جدا، خلي بالك يا ابتسام يعني انت اتكلمت على العاب الاخرى السنه دي الموسم او الموسم ده، من ساعة ما النادي الأهلي اتوجد من 1907 لم تتحقق هذا الكم من البطولات في كافة الألعاب. حتى الووتر بولو، حتى الووتر بولو بسم الله ما شاء الله على طول ده كسبوا ماتش، ده كسبوا ماتش للي فاهم الووتر بالظبط. برافو عليك انت متابع، فرق نقطة 8-7 ده ما لا والجزيرة يا خبر ابيض سجلناه ده فريق تقريبا اللي بيحب الووتر بولو فرقة الجزيرة دي فرقة قوية جدا جدا. الجزيرة وهليوبلس اعتقد الجزيرة قوية جدا، فريق قوي جدا، والفريق صح بتاع النادي الاهلي بسم الله الرحمن الرحيم كسبوا 8-7 بصعوبة وتوجوا ببطولة الدوري واعتقد كان بطولة الكاس. فالسنة دي لا اللي اتحقق حاجة إعجازية حقيقي. تعالى بقى نضيف كمان على إن مجلس الإدارة كنت عايز أقوله إنه من مجالس الإدارات اللي بيستمع للنقد البناء. يعني مثلا كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي لما بيتقال له كومنت او بيتقال له تعقيب على لعبه ما، على فكره عندنا ديفوف كذا، على طول بيطلع الورقه ويكتب يا كابتن خالد ده في السله كذا، طلع ورقه ويكتب ويجيب المسؤول من اللعبه ويتناقش ويبدا يحسن ويطور الامور اللي محتاجه تطوير. طيب بالنسبه للكوره احنا فضلنا لمده فترة خلال آخر المواسم بنتكلم على تطوير الجهاز الفني للنادي الأهلي، الناس مش واخدة بالها إن السنة دي الجهاز الفني للنادي الأهلي بقى معقد للغاية، العدد كبر وانضم له أفراد جديدة، منها مثلا المعد النفسي اللي إحنا اتكلمنا عليه أعتقد دكتور أحمد، وكمان في طبيب تغذية مختلف دكتور إيهاب علي، دكتور إيهاب علي أدخل للنادي الأهلي السنة دي أعتقد النادي الوحيد اللي في مصر اللي عمل الدي ان اي تيست للعيبه بتاعته هو النادي الاهلي، وهي التحاليل الجينات، ان كل لعيب بيتعمل له بروفايل والتحليل بتاعه بيروح فرنسا. مكلف جدا بالمناسبه، مكلف مكلف جدا جدا جدا، احنا بنتكلم التحليل الوحيد الواحد بس بيكلف 12,000 جنيه. فبيتعمل له بروفايل كابتن اسلام وبيتقال له انت المناسب ليك الاكل كذا 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 كذا، انت مش محتاج تعمل رجيم، انت ماشي على سيستم هو ده اللايف ستايل بتاعك أوكي. وبالتالي لما انت بتعرف الانسب ليك ده بيخلي البرفورمانس بتاعك او بيخلي الاداء بتاعك اعلى شيء، وكمان بيديك كمان التيستس دي بتديك الفيتامينز المهمه ليك انت عشان ساعات اللعيبه بتاخد فيتامينز وخلاص، لا انت ممكن يكون اصلا ما عندكش ديفو في حاجه فتبدا تاخد حاجات انت مش محتاجها، وبالتالي بدا النادي الاهلي يهتم بامور
اخرى بعيدا عن الفنيات. مدرب الاحمال برضه لازم اشيد بيه بصراحه، لان جزء من اللياقه البدنيه اللي احنا بنتكلم عليها، اللياقه البدنيه اللي واصله معانا ان لعيبه النادي الاهلي في وجهه نظري يقدروا يلعبوا ما يزيد عن 120 و100، ممكن يوصلوا ل 180 دقيقه في اليوم الواحد. ليه؟ بسبب اللياقه البدنيه، وبسبب كمان السيستم اللي ادخله كولر في بعض الوقت. ساعات كان بيعمل تمرينه الصبح زي اوروبا، ويعمل يوم الماتش بيعمل تمرين خفيفه لو الماتش متاخر ماشيه كده ويلعب بالظبط. فعايز اقوله ان منظومه النادي الاهلي فيها جنود مجهولين، زي طبيب التغذيه، زي الدكتور النفسي، زي المعد البدني، دول بيجهزوا اللعيبه الى اقصى 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 شيء. وكمان النادي الاهلي واضح جدا انه بيواكب كل التطور وكل الابديتس اللي بتحصل في الاجهزه الفنيه في اوروبا. ثابت، بما اننا بنتكلم عن كولر، قول لنا الارقام اللي عندك فيما يخص مارسيل كولر. مارسيل كولر تولى مسؤوليه النادي الاهلي 9 سبتمبر 2022. اوكي. النادي الاهلي لعب تحت قيادته 47 مباراه. هو ما عندوش فكره، ما بيعرفش يدرب. هو لا، الاختبار الحقيقي هيبقى مانشستر سيتي. ما بيعرفش. صحيح على رايك. احنا نقفل اللعبه على فكره. صحيح. خلاص كده. احنا نسينا حاجه واحده. نلعب جوارديولا. بس. لا خلاص. فكرك؟ خلاص. لما يتغلب من جوارديولا يطلعوا يقطعوه بقى. تخيل صحيح. لا تخيل ان بعد ما بتكسب نهائي دوري ابطال افريقيا. نعم. وبعد ما بتكسب، او انت كسبت الكاس اللي فات، وبعد ما بتكسب 2 سوبر، وبعد ما بتكسب بيطلع حد يطلع يقول عليك ان انت ما عندكش لا يعني مثلا مش ايه؟ مش مثلا 50 60% يا جماعه ومحتاج ان هو يدوس في الحته دي شويه ولا لا ده ما عندوش فكر. ده ابيض. تخيل يا جماعه، في حاجات ممكن بالعقل الواحد يفهمها، لكن في حاجات اخرى ممكن واحد بالعقل يضحك عليها فقط لغير. يعني لما الواحد يسمع حاجه كده وهو قاعد فهيبتسم، في حاجات تانية ممكن تضحك وتقعد تطلع رجلك لفوق وتعمل كده من كتر الضحك اللي بتسمعه من البعض. في ناس بتحاول تعمل كده عشان تعمل مشاهدات. بيبقى كل همها كده ان انا امشي عكس الناس. الناس صحيح. بتقول كولر حلو، لا انا اطلع اقول كولر وحش عشان اعمل مشاهدات لغايه لما يتغلب. ما هو هيتغلب. لغايه ما يتغلب واطلع اقول وجهه نظري صح بعد سنتين مثلا. انا وجهه نظري صح بعد سنتين، عشان هو خد كل حاجه في السنتين واتغلب ماتش من فرقه اقل بكتير. لو خد الدوري ولعب بالشباب واتغلب ماتش هيحاسبوه على الماتش ده. انا قلت لكم ان هو ما عندوش فكره، ما جهزهمش كويس. نعرض الاحصائيه بتاعت مارسيل كولر. لعب 47 مباراه، كسب 35، اتعادل 8، خسر 4. الأربعة اللي خسرهم كان من ريال مدريد وفلامينجو وصن داونز، وكان الهلال في السودان. دول الأربعة اللي خسروا. طبعا حقق 4 بطولات من 4، وخسر بس كأس العالم للأندية. خسر كأس العالم للأندية؟ ما عندوش فكرة. نسبة الفوز 74.46%، يعني 75%. أحرز أهداف 8، ولاعيبة النادي الأهلي يعني جابت 88 هدف معاه. استقبل أهداف 28. بص على الرقم اللي جاي ده مهم قوي، الشباك النظيفة. 30 ماتش من 47 ماتش. ده دليل ان هو قوى الاهلي دفاعيا وقوى الاهلي هجوميا. اعاد شخصيه وهيبه النادي الاهلي بالبطولات اللي بيجيبها، بطوله بتجيب ورا بطوله. اكتسب الخبره الافريقيه، وان شاء الله لما ياخد كمان السوبر الافريقي وياخد الدوري وياخد الكاس، اعتقد ان هو قدام موسم تاريخي في النادي الاهلي السنه دي. السوبر الافريقي، بما اننا بنتكلم عنه، السوبر الافريقي ودوري السوبر الافريقي طبعا موعدهم لو عندك تقدر. طبعا الاتحاد الافريقي مواعيد مبدئيه. طبعا احنا ان شاء الله عندنا كاس السوبر الافريقي المفروض ان هو يتلعب في شهر 8، ويقال بعض المصادر اللي صرحت يعني في الساعات الاخيره ربما بنسبه تتعدى 80% هيكون في المملكه العربيه السعوديه، على شبه ان في اتفاق حصل ما بين الكاف والسعوديه شبيه بالاتفاق اللي كان معمول مع دوله قطر. قطر. وان شاء الله كاس السوبر الافريقي هيتلعب في السعوديه لمده موسمين او 3 مواسم قادمه. وانا اعتقد ده يعني يتماشى مع السياسه المعموله هناك في المملكه العربيه بخصوص استضافه الاحداث القاريه الكبيره. فانا اعتقد هيبقى ماتش حلو يعني طبعا. في السعوديه جميل يعني، وحاجه حلوه طبعا دي الجاليه المصريه هناك ان شاء الله انها تساند النادي الاهلي. كمان دوري السوبر، عن دوري السوبر الافريقي الجديد بحلته الجديده والنظام الجديد اللي هم عايزين يعملوه. طبعا الجديد. طبعا الفكره بتاعته، عشان بس تبقى الناس فاهمه، هو اصلا الفكره بتاعته كانت معموله وان ليج، يعني دوري، يعني مثلا نختار افضل 8 فرق في القاره ويلعبوا بعض بنظام الدوري. بس طبعا هم واحد كان عندهم فعلا مشكله في الرعاه،
وكان عندهم مشكله في الاجنده، عشان حضرتك عارف طبعا موضوع كاس الامم بتاع كوت ديفوار عمل ازمه في كام فتره كده وتداخل بعض المواعيد، فتم الاستقرار ان احنا نعمل النسخه الاولى بنظام النوك اوت، يعني دور 8 تكسب تكمل سيمي فاينل، تكسب تكمل فاينل بنفس الجوائز الماليه اللي كان اقرها موتسيبي، ان موتسيبي عايز يعمل يعني ما هو لو عمل الجوائز الماليه دي بمناسبه الرعاه يعني، طب ما خلاص يقلل الجوائز الماليه ويقلل الرعاه. ربما يعني هم اكيد عندهم بعض الحسابات، بس كان واضح ان هم عايزين يعملوا طفره عن بطوله دوري الابطال، خصوصا طبعا حضرتك طبعا عارف ان موتسيبي برضو بيساند فكره انفانتينو في فكره دوري السوبر الاوروبي اللي حصل عليه مشكله في اوروبا، وهم بصراحه شكلهم متجهين له اللي هم محتاجين ان هم يطوروا يعني. وطبعا نصل لغايه بطوله كاس العالم انديه، كل دي مكاسب للنادي الاهلي من بطوله من الفوز بدوري ابطال افريقيا. احنا بنتواجد في كاس العالم انديه، خصوصا بقى النهارده السنه دي هيبقى رقم قياسي. ليه بقى؟ لان دي اخر بطوله كابتن اسلام هتتلعب بسبع فرق. صحيح. السنه الجايه مفيش، السنه الجايه 2024 مفيش مونديال انديه، هيبقى الناس هتستنى عشان نلعب مونديال الانديه ان شاء الله 2025 بنظامه الجديد اللي هو 32 فريق، وبرده المرشحه له برده المملكه العربيه السعوديه بقوه. واكيد اكيد البطوله المونديال اللي هو 32 فريق دي فعلا هنبدا نشوف بطوله للانديه شبيهه بكاس العالم الكبير. صح. خصوصا كمان في ظل اهتمام الانديه الاوروبيه بيها، في ظل طبعا الجوائز هتتعظم بشكل كبير. طيب احمد اخيرا لو عندك ارقام ايه اخيره؟ محمد عبد المنعم اتفضل. عايز اتكلم نجيب الهدف بس سريعا، حته فنيه قبل ما نختم. فنيا ايه انا لسه هتكلم فنيا. حته فنيه التكتيك بس اللي حصل في يلا الهدف. يلا يا سمير بسرعه. هات الصور بتاعت الهدف. بص دقيقتين ماشي. بص الاسكان اللي عمله عمرو السوليه لمحمد عبد المنعم في الضربه الركنيه، هي طبعا الهدف متكرر قبل كده في هدف الرجاء، ولكن بص هنا التكتيك اللي عمله هنا. الوداد بيدافع بكام قدام الجون؟ 1 2 3 4 5 6 6، هم عاملين خليط ما بين المان وما بين الايه الزون. تمام. المان اللي بره 2 على 2، فهنا المدافع ارسن زوله ماسك محمد عبد المنعم ما قدرش يلحقه. محمد عبد المنعم اتعمل له سكان اهو من السوليه. هات الصوره اللي بعدها. بص عبد المنعم اتحرك فين؟ على القريبه. كان المدافع واقف ورا وكان المهاجم اللي هو سامبو ماسك العارضه القريبه ما قدرش يلحقها. طبعا محمد عبد المنعم حطها ولا احسن مهاجم ولا احسن مهاجم، بس السر بتاع الجون ده كان في الاسكان اللي عمله عمرو السوليه. هات ارقام مع عبد المنعم كمان في الماتش ده، لانه بصراحه محمد عبد المنعم يستحق التحيه. هايل هايل، واحد من احسن المدافعين اللي شفتهم بصراحه، مدافع ممتاز ممتاز. حتى في اخر الماتش اكثر من شتت الكره في المباراه مثلا 8 مرات، كسب التحامات ارضيه بتتكلم في 2 من 3، كسب التحامات هوائيه 7 من 10، التاكلنج الصحيح، التدخلات الدفاعيه، سجل هدف، التمريرات الطوليه 7. فلا مساك بصراحه بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يحميه ويحميه من الغرور كمان. الحقيقه محمد عبد المنعم واحد من افضل المدافعين اللي موجودين حاليا في مصر، ربنا يكرمه ويكمله على خير خلال الفتره القادمه. الف مبروك يا ابو حميد. الله يبارك في حضرتك، ومبروك للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس الاداره. الف مبروك يا كريم. الف مبروك يا كابتن اسلام، والف مبروك لمجلس الاداره والكابتن الخطيب، والف مبروك لكل منظومه النادي الاهلي. الحقيقه الف الف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي، الف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، الف مبروك للاعيبه النادي الاهلي الكبار والابطال، واللي هيفضلوا الحقيقه حافرين اسمائهم في سجل بطولات النادي الاهلي خلال الفترات السابقه، وهيفضلوا بقى حافرين في هذا السجل حتى يعني بعد 100 او 200 سنه ان شاء الله. الف مبروك للجهاز الفني، الف مبروك للاعبين، الف الف مبروك للمؤسس الرئيسي لهذا الامر وهو جمهور النادي الاهلي. الف مبروك لحضراتكم، ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا فيما هو قادم. الاسبوع ده كله ان شاء الله هيبقى دائما احتفالات بالبطوله رقم 11، ان شاء الله ان شاء الله بعد عوده اللاعبين من الاجازه ان شاء الله بقى نبتدي نركز في الدوري مره اخرى. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، والف الف مبروك مره ثانيه وثالثه وعشره، ان شاء الله اشوف بكره حضراتكم على الف خير.